أعزائي مشاهدي ومتابعي الجمهورية أونلاين في كل مكان، إحنا معاكم النهاردة ومعاكم عبد الله عبد ربه في بث مباشر جديد، تكملة للبث المباشر اللي نقلناه لكم إمبارح بخصوص جريمة الوراق، جريمة القتل اللي حصلت في الوراق في شارع عبد المنعم رياض أمام كل الناس اللي رايحة واللي جاية. ومعانا دلوقتي قريب أو جوز أخت معانا دلوقتي شاهد عيان من مكان الحادث. احنا دلوقتي في مكان الحادث بالظبط، الصوره اللي جايبينها لكم دي مكان القتل على طول. ده الدم بتاع الراجل اهو في الارض زي ما انتم شايفين كده، اللي في الارض ده دم القتيل، دم الحاج اشرف الله يرحمه. انزل معايا سنه معلش، كل ده دمه، كل ده الدم ده كله في 5 ثواني. معانا الاستاذ مصطفى شاهد عيان هينقول لنا ايه اللي حصل بالظبط، كان كل اللي حصل قدامه. الجريمه كلها كل اللي حصل فيها بالظبط في خلال 21 ثانيه. الراجل ماشي هو والمدام واقفين بيجيبوا ملابس من عند الراجل اللي واقف هنا، دخل الراجل جه من وراه خلاه واقف هنا، قام مديله بالسكينه على دماغه اول ضربه، بيلف له قام مديله الثانيه في وشه، وقام مديله الثالثه في صدره، ورابعه خدها في جنبه من الجنب وقع. عقبال ما طلعنا نجي كان هو جه، كلنا جينا وراه، تمت ما بيننا وما بينه مطارده من شارع لشارع من شارع لشارع لحد ما وصلنا عند جامع اسمه احمد رمضان. يعني نطينا في حوالي بتاع 300 400 متر كده من نط وراه من نصح لصح لحد ما وقع ورجله اتكسرت، قبضنا عليه وسلمنا له الحكومه. فاحنا عاوزين نعرف الساعه 9 في موسم شهر رمضان داخل واحد الجايه يمسك سكنتين عيال صغيره في قلب الشارع وناس موجوده وانا من ضمنهم، عيالي بناتي شافوا الواقعه، يخش يذبحوا ذبحه. انا لو هذبح خروف انا مش هذبحه كده، ولو هضرب كافي انا مش هضربه بالطريقه دي. انتوا رايكم ايه؟ نسيبها كده، نسيب البلد خربانه، ونسيب كل المعتدي على حته سلاح يطلع يدق ويعمل، هنمشيها ازاي مع بعضينا؟ احنا عاوزين حد للكلام ده. هو لا عيب حكومه ولا عيب اي حاجه، هو عيب مجتمع من داخل البيوت، قله تربيه، قله ايمان بالله، قله كل حاجه موجوده. احنا في ايام الحرم في رمضان، داخل علينا رمضان كمان اسبوع، انتوا رايكم ايه؟ هتقولوا ايه معايا؟ الموضوع ده هتتكلموا معايا فيه، هتقولوا ايه؟ نقلبها راي عام ولا نخليها نضيع حق راجل؟ اللي انتوا عاوزين تعملوه يا اهل مصر اعملوه. امبارح الشرطه جت في وقت قد ايه؟ في 7 دقايق بأمانة الله. أنا ما خدوش 7 دقايق، جم وحضروا الواقع وحضروا كل حاجة. أكيد طبعا لحسام بيه بالذات بالأخص ومحمد بيعايبي، الناس اللي قصرت معانا ده في سؤال ولا في أي حاجة، وما جاش منهم معانا تقصير امبارح وأكرمونا بأننا شهود عيال مش أصحاب جريمة، فعملونا معاملة حسنة ومعاملة كريمة. كان حقتنا نبات جوه في قلب الحجز كشاهد اول، اسمحوا لنا وخلونا نشوف ايه عيالنا وبناتنا. والناس جت معانا برفقه وحلت الموضوع، والنهارده رحنا النيابه وخدنا تاجيل لحد يوم الاثنين الجاي، ومن هنا ليوم الاثنين ادعوا ان الراجل يجي حقه. سلام يا اهل مصر. ان شاء الله يجي حقه. معانا وفي الحاج اشرف هيقول لنا ايه اصلا هو كان ايه سبب المشكله، يعني ايه سبب ان هو يتربص بالشكل ده. والله هو يعني عداوه ما بينه وما بين الشخص ده نفسه ما كانش فيه، بس كان في مشكله ما بين احد قرايبه مع المتوفي، ان مشكله نشات من بين الاطفال، ابن المتوفي مع ابن عم القاتل، او ابن اشرف مع ابن عم اللي قتل. فالاطفال يعني عملوا مشكله، نزل اللي هو ابن عمه في الشارع شتيمه وقله ادب، الواد طبعا طفل صغير، طلع امه شافته فبتزعق من فوق، وابوه نزل وابوه جه، فطبعا بيتكلموا الناس مسكوا في بعض، دخلوا الاهالي سلكوا وخلاص، لفوا من ما فيش، الناس صالحتهم يعني. مشكله عاديه بين العيال، مشكله اطفال يعني. فالناس صالحتهم كمان الكبار في المنطقه وكده، وما حصلش اي حاجه. لف من وراهم تاني يوم، راح عمل محضر وتقرير 21 يوم ان هو مضروب ومتعور. طبعا الناس كلها شاهده ان اصلا اللي اتقتل ده
ولا بيمسك عصايه مقش ولا بيتخانق، ده راجل في حاله وراجل يعني زي ما انت شفت نازل يشوف اكل عيشه وعياله ويبسط عياله مش جاي يبسط يعني يعمل مشاكل. بعد ما تعرفش ايه اللي حصل، حصل مشاجره بعد كده الناس راح عمل محضر، فطبعا الثاني عمل محضر لحاج اشرف، فاشرف طبعا عشان يضمن حقه فراح عمل محضر عشان يبقى محضر قصاد محضر. فالاهالي الناس الطيبين في المنطقه يعني اتدخلوا، الاهالي الطيبين في المنطقه اتدخلوا وحلوا الموضوع وقعدوهم ورادوا بعض. الكلام ده من 10 ايام 7 ايام يعني اسبوع 10 ايام. المشاجره دي كانت بقالها قد ايه؟ المشاجره دي مثلا كانت من شهرين ونص، فلما حصل الحل والتراضي وده اتنزل على القضيه وده اتنزل على القضيه وقعدوا مع بعض وبسوا في دماغ بعض. الكلام ده بقى من 10 ايام؟ من 10 حوالي 10 ايام بالظبط. اه فما فيش اي مشكله يعني. انا عايز اعرف بس ايه اللي يخلي واحد، ايه اللي يخلي واحد يبقى يطلع من ورا واحد ومراته من بيتهم لحد نص شارع عمومي زي ده ويقتله؟ اللي انت بينك وبينه ايه؟ أنا يعني ايه الطار؟ انا لو جيت خاني مش هاجي مش هاجي بسكينه مطلوله موت. انا بتكلم في ايه الطار اللي يخليك تقتل واحد زي ده ومفيش مشكله بينك وبينه؟ وبعدين زي ما انت قلت ان هم اتراضوا في 10 ايام. اتراضوا جدا ومفيش اي حاجه. بقول لك الناس الكبيره في المنطقه يعني كلها مفيش حد صغير اتدخل، الناس الكبيره هي اللي حلت وكانوا شاهدين وموجودين كلهم حي يرزقون. انا عايز اعرف ايه الداعي ان انت تخلي واحد مع مراته تخش عليهم بسكينه وعايز تقتل الاثنين؟ جاي وراه من عند البيت حاجه هو والمدام، وضربوا اول ضربه في دماغه من ورا وبعد كده زي ما قال لك اخويا مصطفى يعني اداله في قلبه واداله في بطنه، يعني مش عارف هو بيعمل له ليه كده. متربص بيه جدا. ايه العداوه بقى؟ انا مش عارف يعني ده شخص اصلا ما يعني ما يعملش عداوه مع حد، طوب الارض بيحبه. يعني انت اسال حد عشان طوب الارض بيحبه، اللي يوصل حاجه زي كده ده ايه؟ انا مش عارف. احنا عايزين حقه، مش عايزين اكتر من كده، عايزين حقه. شارب او حاجه؟ اه الناس كلها بتقول لك شارب بقى، بس مش قصه شرب، ده مش شارب. هو في واحد شارب يعني يستنى يعني واحد يمشي وراه في الشارع كده؟ هو احنا طيب في اللفظ يعني هنعلق امورنا على شارب ومش شارب؟ يعني انا عشان اقتلك اروح اسقلك واجي اضربك واخد فيك ساعه؟ طب هم ليه شارب؟ معناه ايه السؤال ده؟ لا ما انا عارف ايه معناه. معلش اصل ده في قانوننا. يعني ايه شارب؟ يعني ايه شارب؟ هو لو شارب عدت القضيه؟ لا 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 امال ايه يعني؟ بص يا باشا اثبات ان هو طبيعي عشان قضيه، احنا هنا بنثبت حق. انا فاهم. بص يا باشا انا فاهم، بس وعيه موجود وثابت جدا في خلال اللي انا هقوله لك ده، ان انا قاعد مستني واحد يطلع من بيته وهمشي وراه ومحضر سلاح وجاي عارف اضربه وهموته هو ومين. مش واحد انا قابلته في الشارع صدفه فيا انت كنت متخانق معاك قبل كده، مفيش كلام ده. ده انا ماشي وراك جايبك من عندي بيتك لنص الشارع العمومي وقتلتك عند الفرشه اللي انت جاي تكسب بيها عيالك. يعني في اكتر من كده ايه؟ في عز الناس كلها صاحيه وموجوده الساعه 9 بالليل واحد يذبح الذبح ده؟ ده ليه؟ ده في شارع مين؟ الناس بقى جريت في طبعا ولاد الحلال اللي جري وراه. مشينا كده دخل جينا ورا الشارع ده بنضرب فيه من هنا، ماسك السكتين كل اللي يقابله يديله عواره. جاي كده دخل شمال في شمال تاني في اول شارع قبله يمين، دخل بيتهم قفل الباب طلع كل ده الناس بتجي وراه، طلع الاسطح نط من الناس مش سايباه. واحد قتل واحد قدام عينيه هيعملوا معاه ايه؟ هيجيبوا له بقوه ايضا يديه له؟ لا كانوا عايزين يحللوا ذنبه زي ما حلل دم راجل. دي العادات المصريه الغيه على بعضينا، مش ندبع بعضينا؟ امال لو معانا بقى هنعمل ايه مع الغايب؟ اولادك كانوا موجودين معاك في ال 4 بنات، انا بنتي فيهم عندها صايع فوق من الخضه، انا بنتي جالها صايع من الخضه على حساب مين؟ لا ليها في ده ولا ليها في ده ولا ليها تشوف حاجه زي دي في قلب ده شارع الساعه 9 ودقيقه جريمه حصلت في 21 ثانيه بالظبط. 21 ثانيه انت لو هتتبع فايخه هتاخد عليها وقت اكتر من كده عبال ما تسمي وتحلل عليها بسم الله لا اله الا الله الله اكبر وبتذبح، مش بتخش تخلص عشان تبقى محلله في لقمتها. البني ادم هيبقى ايه؟ هل كده بحلله؟ هل كده هو طلع عيجل مننا لما قتل راجل ويتم عيال وضم ايه اللي وراه؟ هو كده طلع عيجل مننا؟ حلها ايه؟ حلها ايه؟ احنا عايزين بس نعرف حلها ايه؟ لو ليها حل فدونا بيه. عاملين قعده والصلح واضع. كانوا عاملين قعده مع بعض؟ اه. واتصالحوا وعمي كان قاعد معاهم الحكومه كله تمام. خلي صوتك شويه بس، انتوا عاملين قعده؟ اه واتصالحوا وده واللي قتلوا واللي قتلوا ده. عيل صغير اهو كان حاضر.
لا بيه ولا عليه، شاف التصوير وقال اللي في كل وقال اللي في قلبه كله، وقال انتوا مزعلنا في ايه ومش عارف ايه وايه. وصالحه هو كان قاعد وقال اللي في قلبه. اه اما اشرف الجن ابنه صاحبي 21 سنه قبل كده. ايه شفت من اشرف ده اشرف قبل كده غلبان؟ يعني ايه 21 سنه؟ الله يرحمه. اه غلبان الله يرحمه. سكران، لازم نعمل اكتر من كده. حبينا ننقل لكم تفاصيل جريمه القتل اللي حصلت في الورق امبارح في شارع عبد المنعم رياض بكل تفاصيلها، وان شاء الله هنوافيكم باي جديد في القضيه. واحنا بس حابين نوجه الشكر لوزاره الداخليه متمثله في اسم الوراق ان هم يعني لا يتوانوا لحظه واحده عن اي حاجه تحصل في الوراق، وفي خلال اقل من 7 دقائق كان اسم الشرطه كله موجود هنا في الواقعه اللي هي احنا واقفين مكانها دلوقتي بالظبط. فبنوجه لهم كل الشكر والامتنان، وان هو والاهتمام والاهتمام كمان سريع. الحكومه عملت اللي عليها، الحكومه قبضت على الجاني قبل ما يفكر يطلع من المنطقه. احنا بس طالبين العدل والقصاص، العدل من الناس العدل. الحكومه عملت اللي عليها، الشرطه نفسها والمباحث عملوا اللي عليهم. دلوقتي القضيه كلها في ايد اهل العدل، اهل الحكم. ده قصاص، احنا عايزين القصاص. لو ما بقاش عبره كل يوم هتلاقي جريمه زي دي. باذن الله باذن الله واثقين فيه، والله واثقين فيه. احنا متاكدين من ده، احنا واثقين في دولتنا. لا اما كده يبقى حرام نعيش فيها، حرام علينا احنا، مش حرام على الدوله. الدوله ما ذنبهاش حاجه، الدوله ما ذنبهاش حاجه. العيب بقى في اللي فيها، اللي جواها. راجع نفسك انت يومين دول بتعمل ايه عشان الاسبوع الجاي؟ بتحاول تعمل اي حاجة تصالح بيها بين ربنا، مش تغضب ربنا. اللي انتوا اللي اتعمل ده، انتوا مصريين هتسموه ايه؟ انتوا هتسموه مع نفسكوا ايه؟ هل ده عدل ربنا؟ ده قضاء ربنا؟ الساعة 9:09 في عز الزحمة في موسم وناس زحمة، وايله كده الزحمة اللي في الشارع؟ صور وهات الزحمة كده، يبقى شارع عمومي زي كده الساعة 9:09 تحصل فيها جريمة زي كده في وسط الأطفال وفي وسط العيال، هتحكموا بإيه؟ قولوا أنتوا كده إزاي جاي في مكان زي ده تتعمل فيه جريمة زي دي؟ ما تكملتش 21 ثانية، ما كملتش 21 ثانية. هنا الشارع ده؟ نعم يا باشا. شارع حي يعني؟ شارع حي. اه حضرتك ده شارع حي والناس ما بتنامش فيه 24 ساعة. تعرف الحاج اشرف؟ تعرف الحاج اشرف؟ نعم. هو راجل كان محترم الله يرحمه، هو راجل كان محترم 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 يعني، وراجل ابن حلال وعايز ياكل عيش حضرتك، وراجل شاب محترم يعني الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. ان شاء الله واحنا واثقين ان حقه هيرجع باذن الله. فنوجه الشكر تاني لاسم الوراق، ونوجه الشكر لوزاره الداخليه انها لا تتوانى لحظه ان هي تجيب حق اي حد. ودي كانت كل تفاصيل حادثه مقتل الحاج اشرف امبارح في الوراق في شارع عبد المنعم رياض امام المره جميعا من واحد اسمه حماده. ان شاء الله اي تفاصيل جديده هنوفيكم بيها اول باول باذن الله.